السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم من أسهل وأروع الوصفات لعلاج التجاعيد، وتخفف من التجاعيد الجبهة، تجاعيد حول العينين وأيضا حول الفم أو تحت العينين وحول الفم. أيضا من مزايا هذه الوصفة أنها تعمل على تبييض وإعطاء نضارة وإشراقة للوجه. ممكن هذه الوصفة أيضا نستعملها للوجه والرقبة ولليدين أيضا. مكونات هذه الوصفة سهلة بسيطة جدا، وأيضا طريقة تحضيرها من أسهل ما يكون، لا تأخذ منا أي وقت أو أي مجهود. بالنسبة لهذه الوصفة ضروري جدا المداومة عليها يوميا خلال أسبوع، ستلاحظون أن الوجه تغير تماما، أصبح مشرقا واختفت جميع الخطوط والتجاعيد، وخاصة التجاعيد العميقة. يعمل على تبييض الوجه أيضا في وقت سريع جدا. المكون الرئيسي في هذه الوصفة هو زيت الزيتون. بالنسبة لزيت الزيتون يعني مذكور أوصانا به الرسول صلى الله عليه وسلم للدهن، ونستعمله في الأكل، ولكن ضروري جدا أنه يكون زيت الزيتون من النوعية الجيدة. لو توفر عندنا زيت الزيتون البكر يكون أحسن، يعني إذا كان زيت الزيتون غير أصلي أكيد لن تعطي الوصفة مفعولها. بالنسبة للشعر في الوجه، هناك من يسأل أنه ممكن يكثف الشعر أو يزيد الشعر في الوجه، يعني هذا خاطئ تماما، يعني لأنه نوعية شعر الوجه أو تركيبة شعر الوجه ليست مثل شعر الرأس، يعني مختلف تماما نهائيا، ولا يؤثر في زيادة ونمو شعر الوجه. قبل ما أبدأ في طريقة تحضير وعمل هذه الوصفة، أتمنى منكم أحبائي دائما لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي يدعموني ويشتركوا فيها ويفعلوا الجرس، وسأحاول دائما إفادتكم بأنجح الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. بالنسبة قلت لي الوصفة، نحتاج أول شيء إلى زيت الزيتون. نحتاج مقدار ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون، ضروري قلت أنه يكون زيت زيتون أصلي. ملعقتين صغيرتين تكفي للوجه، أما إذا أردت استعمالها للرقبة أو لأي مناطق أخرى في الجسم ممكن أني نضاعف الكمية والمقادير. بالنسبة لمكون آخر سوف نضيفه إلى هذه الخلطة، يعني يساعد على زيادة مفعول هذه الخلطة، وهو الليمون. نحتاج تقريبا ملعقة صغيرة من الليمون. نخلط جيدا مع بعض حتى تمتزج المكونات جيدا. بالنسبة لطريقة الاستعمال سهلة وبسيطة جدا، من الأحسن نستعمل هذه الوصفة في الليل ولا نتعرض نهائيا للشمس، لأنه إذا تعرضنا للشمس سوف يحدث هناك مفعول عكسي ويحدث اسمرار للبشرة. دائما أنصح باستعمال الماسكات في الليل. قبل ما نستعمل الوصفة نقوم بتنظيف الوجه جيدا، خاصة بالماء الدافئ، حتى نسمح للمسام أنها تفتح، ثم نوزع هذا الماسك أو هذا الزيت على الوجه بالكامل وعلى الرقبة. نتركه من 45 دقيقة حتى إلى ساعة كاملة، ثم نقوم بغسله وتنظيفه جيدا. ممكن أني نعمل مساج برؤوس الأصابع بحركات دائرية خفيفة، ونركز جيدا
على مناطق تواجد التجاعيد، وتحت العينين نقوم بمسح الماسك من الأسفل إلى الأعلى، أو توزيع الماسك من تحت العينين إلى الأعلى. نكرر هذه الوصفة يوميا ونستمر عليها حتى الحصول على النتيجة المطلوبة. ننظف بعد هذه الوصفة الوجه بماء دافئ ثم بماء بارد، ونمرر مكعبات من الثلج، سواء مكعبات ماء الورد أو مكعبات مثلا شاي تكون مجمدة، ونمررها على الوجه ونستمر عليها. يعني وصفة رائعة جدا، أنصحكم باستعمالها، بسيطة جدا، فوائدها أيضا رائعة جدا. هذه هي الوصفة، أتمنى أن يكون قد أفدتكم ولو بالقليل. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم من أسهل وأروع الوصفات لعلاج التجاعيد، وتخفف من التجاعيد الجبهة، تجاعيد حول العينين وأيضا حول الفم، أو تحت العينين وحول الفم. أيضا من مزايا هذه الوصفة أنها تعمل على تبييض وإعطاء نضارة وإشراقة للوجه. ممكن هذه الوصفة أيضا نستعملها للوجه والرقبة ولليدين أيضا. مكونات هذه الوصفة سهلة بسيطة جدا، وأيضا طريقة تحضيرها من أسهل ما يكون، لا تأخذ منا أي وقت أو أي مجهود. بالنسبة لهذه الوصفة ضروري جدا المداومة عليها يوميا خلال أسبوع، ستلاحظون أن الوجه تغير تماما، أصبح مشرقا واختفت جميع الخطوط والتجاعيد، وخاصة التجاعيد العميقة يعمل على تبييض الوجه أيضا في وقت سريع جدا. المكون الرئيسي في هذه الوصفة هو زيت الزيتون. بالنسبة لزيت الزيتون يعني مذكور أوصانا به الرسول صلى الله عليه وسلم للدهن، ونستعمله في الأكل، ولكن ضروري جدا أنه يكون زيت الزيتون من النوعية الجيدة. لو توفر عندنا زيت الزيتون البكر يكون أحسن، يعني إذا كان زيت الزيتون غير أصلي أكيد لن تعطي الوصفة مفعولها. بالنسبة للشعر في الوجه، هناك من يسأل أنه ممكن يكثف الشعر أو يزيد الشعر في الوجه، يعني هذا خاطئ تماما، يعني لأنه نوعية شعر الوجه أو تركيبة شعر الوجه ليست مثل شعر الرأس، يعني مختلف تماما نهائيا، ولا يؤثر في زيادة ونمو شعر الوجه. قبل ما أبدأ في طريقة تحضير وعمل هذه الوصفة، أتمنى منكم أحبائي دائما لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي يدعموني ويشتركوا فيها ويفعلوا الجرس، وسأحاول دائما إفادتكم بأنجح الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. بالنسبة قلت لي الوصفة، نحتاج أول شيء إلى زيت الزيتون. نحتاج مقدار ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون، ضروري قلت أنه يكون زيت زيتون أصلي، ملعقتين صغيرتين تكفي للوجه. أما إذا أردت استعمالها للرقبة أو لأي مناطق أخرى في الجسم، ممكن أني نضاعف الكمية والمقادير. بالنسبة لمكون آخر سوف نضيفه إلى هذه الخلطة، يعني يساعد على زيادة مفعول هذه الخلطة، وهو الليمون. نحتاج تقريبا ملعقة صغيرة من الليمون، نخلط جيدا مع بعض حتى تمتزج المكونات جيدا.
بالنسبة لطريقة الاستعمال سهلة وبسيطة جدا، من الأحسن نستعمل هذه الوصفة في الليل ولا نتعرض نهائيا للشمس، لأنه إذا تعرضنا للشمس سوف يحدث هناك مفعول عكسي ويحدث اسمرار للبشرة. دائما أنصح باستعمال ماسكات في الليل. قبل ما نستعمل الوصفة نقوم بتنظيف الوجه جيدا، خاصة بالماء الدافئ، حتى نسمح للمسام أنها تفتح، ثم نوزع هذا الماسك أو هذا الزيت على الوجه بالكامل وعلى الرقبة، نتركه من 45 دقيقة حتى إلى ساعة كاملة، ثم نقوم بغسله وتنظيفه جيدا. ممكن أن نعمل مساج برؤوس الأصابع بحركات دائرية خفيفة، ونركز جيدا على مناطق تواجد التجاعيد، وتحت العينين نقوم بمسح الماسك من الأسفل إلى الأعلى، أو توزيع الماسك من تحت العينين إلى الأعلى. نكرر هذه الوصفة يوميا ونستمر عليها حتى الحصول على النتيجة المطلوبة. ننظف بعد هذه الوصفة الوجه بماء دافئ ثم بماء بارد، ونمرر مكعبات من الثلج، سواء مكعبات ماء الورد أو مكعبات مثلا شاي تكون مجمدة، ونمررها على الوجه ونستمر عليها. يعني وصفة رائعة جدا، أنصحكم باستعمالها، بسيطة جدا، فوائدها أيضا رائعة جدا. هذه هي الوصفة، أتمنى أن يكون قد أفدتكم ولو بالقليل. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.